وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. فالناس ما عليه شيء، لكن إذا تذكر وهو يأكل وهو يشرب أنه صائم وجب عليه أن يتوقف مباشرة، حتى لو في فمه شيء يلفظه. يعني شرب ماء ذكر أنه صائم والماء ما زال في فمه، ها كمل ولا يخرج أو يخرجه؟ يخرجه ولا شك. طيب لو رأيت شخصا يريد أن يأكل أو يشرب وهو صائم، مد إيده بيشرب، تقول له ولا هذه النذالة؟ ها تقول، تقول له ولا تقول؟ خلا تقول له. لماذا تقول له؟ لأن هذا الفعل منكر، حرام أن إنسان يشرب ويأكل في نهار رمضان والصوم واجب عليه. فتذكره تقول لا، ها صيام اليوم، أو ترى أذن، أو ترى أنت صائم اليوم، واضح؟ أو تقول عسى ما أشر مريض صيام اليوم، تذكره. وهو حينئذ ماذا سيقول لك؟ يقول جزاك الله خير علمتني، ولا يقول حسبي الله عليك ما خليتني أشرب. ماذا سيقول؟ ماذا سيقول؟ أنا أقول عامة المسلمين جزاك الله، أصلا ليش صائمه؟ رغبة فيما عند الله. وإذاك الذي ينسى ويأكل ويشرب ثم يتذكر يجد حرجا، ندمان، كان اليوم ما صام، الناس صامت تمت صومها وأنا أكلت وشربت، أليس كذلك؟ فأنت نفسك إذا أتممت صومك فرحت بهذا، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره بخلاف الذي لم يوفق وأفطر. فالذي يأكل ويشرب ناسيا يشعر بأنه قد قصر. فإذاك حتى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ تطيبا لخاطر هذا الناسي قال فإنما أطعمه الله وسقاه. ينهون على نفسك، أنت ناسي ومرفوع عنك القلم، هذا أمر قدره الله عليك وقد أطعمك وسقاك. إذن أنت تذكره، وأنا متأكد أنه سيقول جزاك الله خيرا. لماذا؟ لأنك أعنته على طاعة الله، هو أصلا صائم يريد الطاعة يريد الأجر، ولا لماذا صام؟ هو صام إيمانا واحتسابا محتسب الأجر. فإذا قلت له صيامك يقول جزاك الله خير. واحد ناس يصلي وهو من المصلين محافظ عليها، يقول ترى أذن، آه يفرح ولا يقول يا أخي ليش ما تركني؟ سيفرح ولا لا؟ إذا أنت على طاعة الله عز وجل، الله يعني أنه يكون على طاعته.